أكد قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية تقديره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش في المنطقة والعالم، معتبرا أن عظمة أي بلد في العالم لا تقاس بالثروة فحسب، بل بدورها الملموس في نشر قيم السلام والأخوة والتعايش والدفاع عنها. وأعرب قداسته في حوار أجرته معه صحيفة الاتحاد عن تقديره الكبير لالتزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بدعم الجهود الدولية من أجل السلام والتسامح. وأوضح قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية كخارطة طريق، وأثنى على مشروع البيت الإبراهيمي وعلى شجاعة الإمارات في تنفيذ هذا المشروع المهم. وفي أول تصريح عن حادثة إحراق المصحف الشريف التي شهدتها السويد مؤخرا قال قداسته: إن السماح بهذا مرفوض ومدان، مؤكدا أنه لا ينبغي استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين، ومعربا عن غضبه الشديد من مثل هذه التصرفات. ووصف قداسة بابا الفاتيكان مؤتمر الأطراف كوب 28 المقرر انعقاده في الإمارات بأنه نداء عاجل لتقديم إجابة عن الأزمة البيئية وصرخة الأرض، معربا عن أمله في أن تنجح جهود الدولة لصالح كوكبنا الذي هو بيتنا المشترك، وداعيا إلى إيجاد حلول واقعية للمشاكل الحقيقية لأزمات المناخ قبل فوات الأوان.